السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأعزائي المتابعين في كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد ويا رب يكون الكل بخير إن شاء الله. ميزة الترجمة، هل ميزة الترجمة اللي احنا هنتكلم عنها تستاهل العنوان وتستاهل الصورة المصغرة اللي انا عاملهم دول؟ الحقيقة تستاهل، واحنا مش هنتكلم بس في ترجمتها لأي لغة سواء انجليزية او فرنسية او ايا كان، لا وللعربية. ازاي العربي ده احنا بنقول ترجمة؟ هقول لك ازاي دلوقتي. خلينا الاول في ترجمتها لأي لغة اجنبية تانية. دايما احنا بنسمع ان يقول لك المشاهدات اللي بتجي لك لو انت قناة مفعل عليها الربح بتجي لك من بره بلدك، من دول اوروبا او امريكا او بعض دول الخليج، بتزود معاك الارباح لان بتبقى تكلفة المشاهدة والاعلان هناك اغلى، وده اللي بيخلي الناس للاسف تروح لسكة الفي بي ان عشان ترفع معاها الارباح، لكن للاسف بعد كده بتخسر قناتها. لكن انت بطريقة مشروعة هتقدر، لو محتواك اهم حاجة المحتوى، لو المحتوى بتاعك والمضمون مش معمول صح صدقني مهما هتعمل من ترجمة او سيو لليوتيوب بتاعك مش هتستفاد بحاجة. انا بتكلم مع الناس اللي شغالة فعلا على قنواتها صح وبتعاني من قلة المشاهدات والارباح، الموضوع هيفرق معاها زي ما وضحت كده. وطالما الارباح زادت معاك نتيجة مشاهدات هتجيلك من بره البلد اللي انت فيها، بالتالي زادت معاك المشاهدات، زادت معاك المشتركين، ولو قناة غير مفعل عليها الربح هتزيد معاك الساعات نتيجة للمشاهدات اللي جاية لك من بره. طب ده كده في الترجمة للغات الأجنبية، إيه العربية إزاي؟ هقولك. كتير أنا اتكلمت مع أصدقاء سواء من دول المغرب العربي أو من العراق أو من دول الخليج أو حتى في مصر هنا اللي بيتكلموا باللغة العامية، إن كده أنت بتضيق الجمهور بتاعك أو بتخاطب الجمهور بتاع دولتك بس، نتيجة إن ممكن بعض الدول التانية بتلاقي صعوبة في فهم اللهجة بتاعتي. يعني لو أنا من المغرب وبتكلم في الفيديو أو بتتكلمي في الفيديو وبتعملي، ممكن طبعا بيكون محتواك جميل وعاملة طبخ جميل، وللأسف نتيجة اللهجة الناس بتلاقي صعوبة في فهم اللي أنت بتقوليه، فبالتالي ممكن ما بتكملش الفيديو او ما بتشتركش عندك، يبقى انت بتخسري جمهور من دول عربية تانية. طيب انا مش قادر ان انا اتكلم غير مغربي او جزائري او لغة عامية مصري او خليجي ايا كان، طب ايه اللي انا ممكن اعوض بيه النقطة ديت بحيث ان انا استهدف ناس تانية من دول عربية تكمل معايا الفيديو وتشترك؟ عن طريق برضو الترجمة بلغة عربية فصحى، بحيث لو انا بتكلم في الفيديو دوت مغربي وظهر الشريط قصاد اللي بيتفرج على الفيديو بتاعي ومكتوب باللغة العربية، على الأقل لو مش فاهم هيقدر من خلال الكتابة دي يفهم أنا بقول إيه، ويبتدي حتى كمان يتعلم اللغة بتاعتي سواء كانت مغربي أو جزائري أو أيا كانت اللغة، فبالتالي وسعت الجمهور العربي معايا مع الجمهور اللي أنا بستهدفه من الدول الأوروبية أو أمريكا. يعني أنا هقدر من خلال الترجمة أستفاد من الدول العربية ومن الدول الأجنبية. عشان بقى ما اتكلمش كتير يلا مع بعض نبتدي الفيديو ونشوف ازاي هنقدر نعمل ترجمة لفيديوهاتنا بخطوات بسيطة عشان فعلا تفرق معانا في تكبير القناة ان شاء الله. كل اللي انا هحتاجه عشان اقدر انفذ بقى الخطوات البسيطة اللي احنا قلنا عليها، ان انا هفتح القناة بتاعتي من استوديو اليوتيوب من جوجل كروم، يعني لو من التليفون هحوله خلاص عرض واصدار سطح المكتب او الوضع الالكتروني، واخش على استوديو اليوتيوب عشان يبقى نفس المنظر ونفس الخطوات اللي احنا هنعملها، وهنفتح صفحة كمان او نافذة لترجمة جوجل. هو ده بس كل اللي هحتاجه معايا في الفيديو عشان نمشي في الخطوات البسيطة بتاعتنا ان شاء الله. نرجع تاني لصفحة الاستوديو، شايفين حضراتكم علامة او كلمة الترجمة والعلامة اللي جنبها دي، هي دي اللي انا محتاجها، بضغط عليها. بعد ما بضغط عليها بتظهر معايا الفيديوهات بتاعتي اللي موجودة على القناة بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده، اللغات وتاريخ اخر تعديل والعنوان والوصف والترجمة، ده المنظر اللي هيبقى موجود قصادكم اول ما بتضغطوا على كلمة او علامة الترجمة. طيب هختار اي فيديو فيهم وابتدي اترجمه، فانا هختار فيديو مثلا يكون مدته قصيرة عشان الفيديو ما يطولش، وليكن الفيديو الخاص بالاجابة على اسئلة ضرائب اليوتيوب. بروح على الفيديو واقوم ضاغط عليه. انا ماشي معاكم واحدة واحدة، بتتفتح معايا الصفحة دي، بلاقي اللغة مكتوب العربية لغة الفيديو عشان انا محدد من الاول ان من اعدادات القناة ان القناة بتاعتي اللغة الاساسية بتاعتها العربية.
وتاريخ آخر تعديل العنوان والوصف والترجمة مكتوب كلمة إضافة. أول حاجة هنعملها هقوم ضاغط على كلمة إضافة. بتتفتح معايا النافذة ديت. من الاختيارات دي كلها أنا اللي هيمني فيه الكتابة يدويا، والباقي ده نبقى نتكلم فيه بعدين عشان ما نطولش الفيديو. طيب بالنسبة للكتابة اليدوية هكتب إيه؟ هكتب باللغة العربية، بس زي ما اتفقنا تكون لغة عربية فصحى أو صحيحة، بحيث لما تترجم تكون الترجمة إلى حد كبير مظبوطة. بالإضافة زي ما قلت إن الكتابة باللغة العربية هتساعد الأصدقاء اللي بتكون لهجتهم فيها صعوبة على باقي الدول العربية إن تقدر تفهمها، فبالتالي هتزود جمهورها العربي. فأنا هضغط على كلمة الكتابة اليدوية. بعدها بتظهر معايا النافذة ديت، وزي ما حضراتكم شايفين ظهر مربع هقدر أكتب فيه. وهنكتب في الأول إيه؟ هكتب باللغة العربية، هكتب الكلام اللي أنا بقوله في الفيديو باللغة العربية. طيب هعمل إيه بقى؟ هبتدي أشغل الفيديو بتاعي وأشوف أنا بقول إيه في أوله عشان أكتبه. السلام عليكم ورحمة الله. هنا في الأول خالص أنا رحبت وقلت السلام عليكم، بس عشان تبقى الترجمة لما أجي أترجمها لأي لغة فهقول مرحبا بالجميع. وكتبت هنا في المربع، بصوا حضراتكم على الشريط الأزرق ده، هنا اتكتبت الكلام اللي أنا كتبته هنا، لأن الشريط الأزرق ده هو الشريط اللي بيبقى يظهر على الفيديو وموجود عليه الترجمة، وبقدر أتحكم فيه أو في موضوعه كمان في الفيديو. يعني لو أنا مش عايز كلمة مرحبا بالجميع دي تظهر في أول الفيديو ممكن أشدها لورا، بس هنا أنا بتكلم إن هي في أول الفيديو لسه. وكمان بقدر أتحكم في مدة ظهورها على الشاشة. يعني نفترض أنا في الأول الفيديو بقول السلام عليكم ورحمة الله وطولت شوية وهي كانت لغاية هنا بس، فبالتالي هيبتدي بقي ظاهر إن أنا بتكلم بس مفيش ترجمة، فبقدر أتحكم بطول بقاء الترجمة من خلال إن أنا بشد الشريط الأزرق ده بطول مدته أو أقصرها زي ما أنا عايز. يعني أنا لو ضغطت كده أهو ورحمة الله وبركاته فيديو لغاية هنا كنت لسه بقول برضو التحية، فأنا أقوم جاي عند الشريط الأزرق ده كده وبرضو شده كمان وشغل، يبقى كده هتفضل الترجمة ظاهرة لغاية ما خلصت الكلام اللي أنا بقوله في الأول. طيب جي بعد كده بقول إن الفيديو دوت فيه إجابة على جميع الأسئلة الخاصة بالنموذج الضريبي، فأقوم ضاغط على علامة الزائد ديت ومزود مربع كمان، أدي الشريط الأزرق ظهر تحت أهو، وبعدين هكتب اللي أنا قلته المتحدة الأمريكية. أبتدي بقى أسمع ريح هرد على معظم الأسئلة لغاية هنا الضريب. كان لسه كل ده في الكلام اللي أنا قلته ده، فهقوم برضو شادد الشريط الأزرق لغاية الجزء دوت عشان أضمن إن الترجمة هتفضل ظاهرة للناس اللي بتتفرج على الفيديو سواء كانت دولة أجنبية أو دولة عربية. يبقى هي دي الطريقة اللي أنا ببتدي أتعامل بيها في الترجمة وأقول. ومش لازم بقى الكلام اللي أنا بقوله بالظبط في الفيديو هو اللي أكتبه، لو حتى هكتب المضمون بتاعه بلغة عربية صحيحة مفيش مشكلة. حتى احنا لما بنتفرج على فيديوهات لأجانب وبنشوف الترجمة بتكون الترجمة برضو مش حرفية للي هم بيقولوه بالظبط، برضو بتبقى أوقات كمضمون نفهم منه الحوار اللي بيبقى داير ما بين الطرفين اللي بيتكلموا أو لو كان حد بيكلمه. وهكذا بنفس الطريقة دي في بقية الفيديو. أكمل عشان ما طولش الفيديو ونرجع نكمل مع بعض. دلوقتي بعد خلاص ما خلصت كتابة الفيديو كله أو ترجمته باللغة العربية في الأماكن اللي أنا بتكلم فيها في الفيديو، بعد ما بخلص بقوم ضاغط على كلمة نشر. يبقى أنا كده عملت أول خطوة، وهي إن أنا عملت ترجمة للفيديو باللغة العربية. طيب نرجع بعد كده بلاقي كلمة إضافة لغة، بضغط عليها بتبتدي تتفتح معايا القائمة دي اللي فيها جميع اللغات اللي أنا بختارها كترجمة للفيديو بتاعي. فهنختار أول حاجة الترجمة باللغة الإنجليزية أهو، بيبتدي تظهر معايا أهو الصف ده كده، آدي الإنجليزية ومكتوب إضافة تحت العنوان والوصف وإضافة تحت الترجمة. أول حاجة هنعملها هندوس على كلمة إضافة اللي تحت الترجمة، بلاقي خيار الترجمة التلقائية دوت نور معايا، بقوم ضاغط عليه. اللي بيحصل بقى
قام مترجم لي كل الكلام اللي انا كنت كاتبه في اول مره باللغه العربيه، قام مترجمه لي على طول باللغه الانجليزيه في نفس المواضع اللي انا كنت مختارها. يعني ادي بالعربي تحتها الترجمه بالانجليزي، مش محتاج ان انا كنت اروح اترجم في جوجل وارجع تاني، بمجرد ما بضغط على كلمه ترجمه تلقائيه قام مترجمها لي على طول للغه الانجليزيه، على اساس طبعا انا كنت مختار اللغه الانجليزيه في اول لغه اضفتها زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما بخلص اقوم ضاغط على كلمه نشر، وكده ابقى عملت ترجمه للفيديو بتاعي باللغه الانجليزيه، بحيث ان اي بقى حد في دول اوروبيه او ايا كان مكانه اليوتيوب بتاعه او المتصفح باللغه الانجليزيه هيقدر ساعتها الترجمه الانجليزي هتظهر معاه، وهنشوف دلوقتي. طيب كده اهو ظهر معايا فوق، ادي تم نشر الترجمه من منشئ المحتوى. طب في اضافه كمان اللي هي للعنوان وللوصف، ودي مهمة. ليه؟ أنا ترجمت الفيديو طيب تمام، بس لما هيظهر لحد في أي دولة أوروبية أو أمريكا هيظهر له العنوان والوصف باللغة العربية، يبقى بالتالي هو أصلا مش هيضغط عليه عشان يخش يشوف الترجمة. لازم العنوان على الأقل يكون مترجم، بحيث لما يضغط عليه ويخش على الفيديو بقى ويلاقيه مترجم يتابعني او يشترك او يفهم حتى انا بقول ايه. يبقى دي تاني حاجة لازم اعملها. فبضغط، بروح على كلمة اضافة وبضغط عليها، بيجي لي بتتفتح معايا النافذة ديت اللي فيها العنوان وفيها الوصف. ايه كل اللي انا هعمله؟ ايه المفروض؟ ادي العربية وهنا الانجليزية، بقوم رايح ناسخ العنوان اللي انا كاتبه بالعربي اهو، وبالتليفون هضغط ضغطة مطولة عليه لغاية ما اعمل نسخ، واقوم رايح بقى على ترجمة جوجل، واقوم حاطط النص بتاع العنوان اللي انا عايز اترجمه اهو، على طول قام اترجم كل اللي انا هعمله، هقوم واخد كده نسخ ورايح على الفيديو بتاعي وحطه فيه العنوان اهو بالطريقة دي. خلصت العنوان هقوم رايح، وناخد بالنا برضو العنوان لازم بيكون 100 حرف. بعد كده هقوم رايح على الوصف، وبنفس الطريقة هقوم واخده كده اهو نسخ، واقوم رايح على الترجمة اهو، واقول لازم جاري الترجمة قام يترجمه معايا كل اللي انا هعمله، نسخ الترجمة واقوم رايح على الفيديو وحطه فيه الوصف وضاغط لصق. خلصت خطوتين، ترجمت العنوان والوصف، واقوم رايح على كلمة نشر وضاغط عليها. يبقى انا كده عملت ترجمة للعنوان والوصف وعملت ترجمة للفيديو نفسه، فبالتالي انا قدرت استهدف الجمهور اللي بيتكلم باللغة الانجليزية او اليوتيوب والمتصفح بتاعه لغة انجليزية مش عربي. نفترض ان انا عايز استهدف جمهور تاني بيتكلم لغة تانية، لو نفترض مثلا اللغة الفرنسية، على نفس الفيديو هعمل ايه؟ هقوم ضاغط على كلمة اضافة لغة، واقوم رايح مدور على اللغة الفرنسية، بيظهر معايا نفس الاختيارين، اضافة للعنوان والوصف اللي انا اترجمهم، واضافة الترجمة اللي انا اضيف ترجمة للكلام اللي بقوله في الفيديو، هضغط على كلمة اضافة الخاصة بالترجمة الاول، واقوم رايح دايس على ترجمة تلقائية. ايه اللي هيحصل؟ هيقوم مترجمه لي للفرنساوي على طول. كل اللي انا هعمله اقوم رايح على كلمة نشر وضاغط عليها اهو. كده انا ترجمت خلاص الفيديو نفسه، محتاج ايه؟ اترجم العنوان والوصف بنفس الطريقة، هضغط اضافة وبعدين اقوم رايح على العنوان اعمل له نسخ، ورايح على ترجمة جوجل اهو اقول له نسخ، وبعدين اترجمه للفرنسية، وبعدين اقوم عامل نسخ ورايح للفيديو واقوم حاطط فيه العنوان ونفس القصة الوصف، حددته وبعدين نسخ. كل اللي مفيش اسهل من كده خطوات ممكن تتعمل. الراجل بيترجم على طول كل اللي انا بعمل نسخ ولازم بس اهو، واقوم حاطط في الوصف وبعدين اقوم ضاغط على كلمه نشر. يبقى انا كده بالطريقه دي بقى ممكن اضيف اسبانيه ايطاليه زي ما انا عايز، اقدر اضيف على الفيديو ترجمات زي ما انا عايز. طيب بعد انا ما خلصت كده عايز اشوف بقى هل الترجمه اللي انا عملتها ديت هتظهر فعلا ولا لا. طيب انا ترجمت عربي وانجليزي وفرنساوي، فانا هفتح تلات متصفحات لتلات اشخاص، كل واحد المتصفح بتاعه عربي وواحد متصفحه انجليزي وواحد متصفحه فرنساوي، ونشوف الفيديو بتاعنا هيبقى منظره ايه. هنروح الاول على اللغه العربيه، ادي المتصفح اللي باللغه العربيه، هشوف الفيديو اللي انا ترجمته هيبقى اخباره ايه لما بيتفتح اهو. فتحته مع حضراتكم، ادي الترجمه زي ما انتم شايفين ظهرت اسفل الفيديو وانا بتكلم زي ما قلنا كده، ده عشان استهدف بيه الدول العربيه لو مش بتفهم العاميه المصريه بتاعتي. يبقى كده اول خطوه نجحت معايا، اروح للمتصفح اللي باللغه الانجليزيه او الجمهور اللي بيتحدث باللغه الانجليزيه، وادي الفيديو بتاعي وزي ما حضراتكم شايفين موجود ايه، ادي العنوان مكتوب باللغه الانجليزيه على طول جاهز، لما هيدوس عليه كده كده هو ضغط عشان لقى عنوان باللغه الانجليزيه ظاهر قصاده وفهمه. هنيجي بقى للفيديو، الله يخليك يظهر بالعربي، لا ما ناخد بالنا من حاجه بقى، شايفين العلامه دي هنا فيما معناه ان الفيديو مترجم، بحيث هو لما هيخش هنا كده ويقوم داخل على القسم الخاص بالترجمه ويختار اللغه الانجليزيه هيلاقي الترجمه اللي كانت بالعربي ظهرت قصاده باللغه الانجليزيه. يبقى العنوان لقى انجليزي، وادي الترجمه كمان لما ضغط عليها عشان يشوفها لقاها موجوده عشان انا ضفتها من ضمن اللغات الخاصه بالفيديو بتاعي. ادي المتصفح اللي باللغه الفرنسيه، زي ما حضراتكم شايفين الفيديو ظاهر والعنوان اللي تحته مكتوب باللغه الفرنسيه، يعني لما هي هتدوس عليه اهو بيتفتح معاها، واول ما بتدوس عليه بتلاقي العنوان مكتوب زي ما اتفقنا باللغه الفرنسيه قصادها، وهتروح على علامه الترس وبعدين بتختار من الترجمه اللغه الفرنسيه، فهضغط على الفرنسيه هلاقي الترجمه ظهرت معانا باللغه الفرنسيه. وبس كده الفيديو خلاص خلص، وعرفنا ازاي نقدر نترجم الفيديوهات بتاعتنا بطريقه سهله وبسيطه. ابتدي على فيديوهاتك القديمه، اتعلم فيها،
وابتدي اعمل لها تهيئة بعنوان جديد لو انت ما كنت كاتب العنوان غلط، بصورة مصغرة بالترجمة، عشان يبتدي اليوتيوب بقى يقترحها لك للدول اللي انت مستهدفها من خلال الترجمة بتاعتك. وكمان تشتغل بقى على الفيديوهات الجديدة من هنا ورايح بنفس الطريقة دي. وبالتوفيق للجميع، وكالعادة في الختام بصلي على سيد الأنام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.